منكم ما تحطون كثير بهارات. إيه إيه. تعتمدون على طعم الأكل نفسه. صح. آه وطبعًا شو نحط قلنا؟ الحين بنغليه على الفرن، بنسوي نخلطه وبعدين نحط عليه شوية مية الدجاج. تبي مية الدجاج نغلي الدجاج شوية مية الدجاج نحط عليه ونحرك نحرك نص ساعة يبالنا لي ما تذبل. أوكي. وقبل ما نخلص بخمس دقائق أحط السماق عليه. طيب. بس هاي هي نقطة البصل خلصنا. طبعًا عقب ما نخلط الخلطة بحط عليه مية الدجاج بعد عشان نوديه على المطبخ. يلا ممهد وهذا نحطي عليه يا يمكن كم كلوز نحطي مية الدجاج شوية مش كثير. اوكي وهلا بقليهم على النار. على النار خفيف خفيف على راحته. على فكرة ما نحطي درجة حرارة عالية لأنه بيحترق البصل. ايوه شوية نحن بدنا اياه يذبل بس. يذبل بس. That's enough. وبعدين نحطي شوية زيت زيتون خفيف. زيت زيتون. طبعا أنا أحب صراحة أقلكم أغرقة زيت زيتون. لأني عقب بغبط فيه الخبز. انت تسوي مثلي؟ بتغمس الخبز. أغمس الخبز فيه. يعني. أحب إنه يكون زيت الزيتون مليان وبعدين صحي زيت الزيتون. طبعاً. يعني إحنا إذا بنحط. مهم ما يتعرض لحرارة عالية. حرارة عالية، هاي أهم شيء وخفيف عشان ما يتأكسد صح؟ إحنا دايماً هالشيء. محمد يو كان كم؟ الحين بنوديه عشان شوي شوي سلولي سلولي ها؟ أون ذا ذير. سلولي سلولي very low first make it high then slowly slowly. أول شيء دائما حطوه حار لحد شوي يغلي بعدين نخفف درجة الحرارة. الحين عاد شو بنسوي الجاج ولا في شيء بتسأليني قبل الجاج؟ لا أنا كان بدي أحكي أنا وياك شوي عن التجميل. قولي يا أختي عشقي هذا يعني ننور العالم عن لأنه عم نشوف مرات نساء عم ببالغوا. آخ جيتي على العوق يعني بتلاقيها مثلا عملت شفايفها بعد شوي بتزيدهم عم بتصير مثل إدمان يعني. صحيح. عرفتي أنا دايما أقول لهم دايما اللي رافع ضغطي في التجميل الحين إن أنا دايما أبغي أفهمهم ترميم لا تجميل. يعني إحنا ما بدنا كلنا نصير للشابة بدنا كلنا نرمم. يعني أنا حين عمري هاي أبغي أبين خمس سنوات أصغر. مزبوط. وسبحان الله كل شيء يزيد عن حد ينقلب ضد أكيد ينقص. فإحنا دايما نقول لهم إذا بتسوون تجميل اسألوا الدكتور بليز وبعدين مش لازم كلنا نصير مثل بعض. صح. يعني دايما إحنا نشوف يعني ما نبغى نقول ناس أشخاص معينين ننقهر عليهم لأنه كانوا جميلات وحلوات وملامحهم ناعمة صار مبالغ. وتعرفين للأسف شو اللي يرفع ضغطي أكثر شيء لما بتيجي عندي العيادة أقول له مو كأنك مبالغة في الموضوع تقول لا بالعكس بتورة حلو زيديني زيديني زيديني. فأنتي ساعات إحنا يقولوا لنا أنتوا مو ضق قيمة أنتوا ما الأول. أقول لهم ما الأول دائما أقول لهم هاي النقطة المهمة إن سبحان الله الله خلقنا ثلاث مراحل أو ثلاث قطاعات تجميل عندنا هالجزء وهالجزء وهالجزء. أي جزء دخل على الثاني خربه. يعني إذا شفايفنا كبرت كثير ودخلت قريبة من الأنف خرب. خدودنا ارتفعت زيادة خلت العين ينسحب يصغر العين تلقين الوحدة لما تضحك مثل الأسد. مزبوط. فإحنا دائما نقول لهم لازم تسألون الدكتور وبعدين لازم نسبة وتناسب. الجمال كله نسبة وتناسب. لازم كل شيء يليق على شيء. سبحان الله تلقين الوحدة اللي وجهها نحيف الله عطنا أنف صغير. اللي وحدة جمجمتها كبيرة أو عريضة عطنا الأنف شوي كبير. أكبر. إيه؟ فلما تيجي تصغر الأنف زيادة عن اللزوم يطلع شكلها غلط. مزبوط. نقول ليش شكلها طالع كأنه جاي من الفضاء.